المصري يبقى الجنيه زي ما هو. ربنا يخليك يا ربي. عاوز اكل عيش. بس الموتة دي شرف سيدة مصر. اهلا بيكم. مريض عنده مغص راح للدكتور، الدكتور اداله دواء، افترض انه دواء شرب يا سيدي، على بال الدواء الشرب ما المريض ياخده ويدخل جوه معدته ويلف الجسم والكلام ده ويخفف الام المغص هيقعد ساعتين، بس المغص شديد قوي على هذا المريض. المطلوب من الدكتور ايه؟ يكتب الروجيتا، يدي للمريض الدواء ويقول له خلاص بعد ساعتين هتخف، ولا كمان يساعده يعمل ايه في الساعتين دول لحد مفعول الدواء ما يجيب نتيجة؟ انا من انصار ان الدكتور ما يكتبش الروشتة وخلاص، حابب ان الدكتور يقول للمريض الساعتين دول هيبقوا صعبين، بس من هنا لحد الدواء ما يجيب مفعوله تعال نتكلم مع بعض. حط قربة سخنة على بطنك، اقنع نفسك، اعمل رقوة شرعية، حاجة بهذا الشكل. المريض هنا هو المواطن المصري والدكتور هو الحكومة. الحكومة من 3 نوفمبر الماضي عملت خطة للإصلاح الاقتصادي، كلنا عارفين الكلام ده وهرينا فيه كتير. كل التقارير الاقتصادية الدولية وكل تقارير المسؤولين في مصر بيقول لك إن المواطن المصري هيشعر بتحسن على قرب نهاية السنة الجاية، يعني بالبلدي كده كمان سنة. كلام حلو ده كده. الدكتور اللي هو مين؟ الحكومة. قالت ايه للمريض اللي هو المواطن؟ الروشتة، الدواء اللي هصرفه لك هو الاصلاح الاقتصادي، هتبدأ تحس بالتحسن والألم اللي عندك في جيبك ومش قادر تلاحق ارتفاع الأسعار اديني سنة. جميل. تعال بقى نروح للحكومة ونقول لها احنا مصدقينك والدنيا هتتحسن وهتبقى زي الفل كمان سنة إن شاء الله. يعني ليه كمان سنة بالمناسبة؟ هيبقى عندك حقل ظهر بتاع الغاز هيخش في الخدمة يدي لك من 3 لـ5 مليار دولار، هتبقى سددت جزء كبير من المديونية الدولارية، السياحة هتبقى ترجع تاني والسياحة الروسية ترجع، الدنيا هتبدأ تنتعش، التضخم يتراجع، دي كلها مؤشرات. العالم بره بيقول ده على الاقتصاد المصري والحكومة بتقول اصبر. أنا النهاردة في برنامجي بقول إيه؟ ماشي يا حكومة، كل اللي أنا طالبه منك حاجة واحدة. إيه الحاجة اللي أنا عايزها منك؟ من هنا بقى لحد أنا كمواطن ما أحس بتحسن اقتصادي كمان سنة، وأبدأ أجني ثمار الإصلاح الاقتصادي. دورك إيه؟ هتسيبيني كده فرفر؟ هتسيبيني أرفص؟ لا، إيدك معايا. أنا إمبارح قصيت على المواطن وقلت له انت قاعد مستني ايه من الحكومه؟ احنا موظفين وغاويين الوظيفه، والصيني والسوري يعلم عليك، وجي البلد عمل مشروع. النهارده برضو لازم ابعت رساله للحكومه، هو انت عملت الاصلاح الاقتصادي، طلعت الكتاب وحليتي اول صفحه وشكرا وهتسيبينا؟ الاجابه لا. مطلوب منك خطه تخففي بيها اثار الاصلاح الاقتصادي، ارتفاع الاسعار، التضخم. تقدري تعملي حاجة؟ اه لازم تعملي حاجة. النهاردة رئيس البرلمان في افتتاح الدورة البرلمانية دكتور علي عبد العال بيطالب الحكومة المصرية بالبحث عن وسائل وآليات لتقليل الأسعار في الأسواق، اللي هو التضخم، اللي هي النتيجة الطبيعية للإصلاح الاقتصادي. أول سنة لازم الأسعار ترتفع بهذا الشكل بعد تعويم العملة بتاعتك. طيب المفاجأة أن رئيس الوزراء طالب الوزراء بتوعه في الحكومة العمل على تخفيف الأسعار، إزاي؟ ده كلام مهم. طب إيه اللي مطلوب من الحكومة؟ المصرف أفندي بيقدم للحكومة شوية اقتراحات تخفف بيها المغص اللي في جيب المواطن السنة دي. أول اقتراح إن تكون هناك رقابة حقيقية في الأسواق، شغل الفساد اللي شغال ده ما ينفعش، وإن عليك أن تنتصر للمواطن وليس للتجار. هاتي أعضاء الغرف التجارية كده، رؤساء الشعب التجارية، وطلعي عين حمراء شوية. أنت ليه مطلع العين الحمراء عليا كمواطن؟ ما تطلعيها على دول اللي مكتولينهم على قلبهم قد كده،
هو في تاجر في البلد بيخسر؟ هو في تاجر خسر في السنه اللي فاتت؟ اللي خسر وباع الذهب اللي حيلته بتاع مراته اذا كان معاه حتتين صيغه، واللي طلع القرشين اللي كان شايلهم يستروه للزمن هو المواطن، اللي طالع عينه في الغلا هو المواطن. اقرصي شويه على رؤساء الغرف التجاريه. طلبتك من اول 3 نوفمبر قلت لك زودي الشوادر في الاسواق، قال لي حاجه اسمها الوسطاء الكتار. التاجر بيدي التاجر تجزئه لي 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 السلعه تبقى ب 2 جنيه في الغيط تجي له ب 10 جنيه في البيت. اعملي شوادر وسطاء سمسره. تاني حاجه عايز كمواطن لما اروح اخد الخدمه في المصلحه الحكوميه ما الاقيش موظف كيشر كده في وشي مكرهني في عيشتي، هو قرفان، ده هو اساسا فاسد ومالي كرشه قد كده من الحرام، كمان مطلع عيني. انا عايز موظف يقابلني يا سيدي، مش عايزك تضحك في وشي بس خلص لي مصلحتي بسرعه، ومش لازم كل شويه الدرج مفتوح. طبعا لا اتهم كل الموظفين، ولكن غالبيه العاملين في الدواوين الحكوميه اللي بيتعاملوا مع المواطن مباشره الدرج مفتوح. كل المصالح الحكوميه، طب تعمل ايه الحكومه؟ تطبق الخدمه الالكترونيه بقى، تطلق من بكره الصبح مشروع لكل الشباب في كل الاحياء. تعال ارخص لك مكتب خدمات مواطنين، اللي عايز شهاده ميلاد، اللي عايز ترخيص مرور، اللي عايز اللي عايز، انا هعتمد لك ده كمكتب خدمات مواطنين. يلا فورا نعمل ده. عايز كمان احل مشكله بطاقات التموين، اللي عنده النهارده بطاقه تموين بدل فائد ولا تالف يطلع عينه يا ولداه، رغم ان هو مفروض عنده اثبات ان كان ليه بطاقه قبل كده. لازم احل مشكله بطاقات التموين في مصر. كمان اروح للفلاح، الفلاح اللي انا زودت عليه سعر طن الاسمده امبارح 200 جنيه 241 جنيه في طن السماد، ما الفلاح هيلاقيها منين ولا منين؟ الفلاح اخر يوم هيروح مولع نار في الغيط عنده ويقول لك على ابوها، حصلت قبل كده من 5 سنين في القط. ما انا عايز الفلاح يزرع، عايز ال 8.5 مليون فدان اطلع بيهم انتاج. عايز كمان من ضمن الاقتراحات اللي بقدمها للحكومه البرلمان يسرع بقانون التامين الصحي. انا طلع عيني كمواطن في الدواء وارتفاع الاسعار. الدواء اللي اشتريته السنه اللي فاتت ب 20 جنيه السنه دي ب 40 و50 ومش لاقيه. الفيزا بتاعه الدكتور، الفيزيته بتاعه الدكتور وصلت ل 700 جنيه. انا هنا مش بناقشه، حقه يا عم يعمل اللي هو عايزه، بس يا ريت بالمره يبقى يدفع الضرايب. لكن انا كمواطن طلع لي قانون تامين صحي، حل لي مشكله اصحاب المعاشات لان دخله ثابت. الحد الادنى لاصحاب المعاشات يزيد. النهارده انا بقدم هذه الاقتراحات للحكومه في اخر يوم من ايام برنامج اللي هو يوم الاثنين، اتمنى ان تجد اذانا صاغيه. امبارح انا كنت بعرض ايه على حضراتكم؟ ارتفاع حالات الزواج العرفي لبناتنا في سن الطفولة 12 سنة، وقلت القضية دي لم يتم تسليط عليها الضوء ولا جهاز الدولة اتحرك ولا الا لما رئيس الجمهورية حط ايده عليها. ليه؟ لان احنا دولة فرعونية. قلت لك حتى بالامارة امبارح مفيش كرسي بيتحرك فيك يا بلد الا لما رئيس الجمهورية يؤمر بده. طيب النهاردة وزارة الصحة بتعلن على ان هيبقى في تعاون بينها مع وزارة العدل عشان يطلعوا قانون يجرم زواج الاطفال. طب السؤال كده بينه وبينك، ان القانون يطلع ما عندناش مشكلة طبعا، ما هو لازم يبقى فيه تشريع، بس هل حل المشكلة هل كده لما نطلع قانون يبقى خلاص الدنيا اتحلت؟ هو احنا لما طلعنا قانون بعقوبة المرتشي هل الرشوة اختفت في مصر؟ لما طلعنا قانون بيعاقب السارق بالسجن هل السرقة اختفت؟ الإجابة لا. كل اللي انت محتاجه ايه؟ توعية يا اخوانا. القضية يا اخوانا ليست قانون، ما احنا عندنا آلاف القوانين في مصر. فين القوافل؟ فين التعب؟ فين الأتوبيس ولا الميكروباص اللي هيطلع من القاهرة يروح لأقصى نجوع مصر في الريف وفي الصعيد؟ اللي ضامم عالم الدين وضامم الطبيب وضامم رجل من الكنيسة والكلام ده بيروح ينصح الناس يقول لهم ما فيش زواج يا اخوانا في ال 12 سنة، ما ينفعش. وتحدد وتقول لهم ايه المخاطر، وتقول لهم ان ده مثلا يتنافى مع كرامة البنت. كل اللي انا طالبه من حضراتكم
انكم القضية بتحلوهاش يعني بهذا القدر من الخفة، مش مجرد ان وزارة الصحة قعدت مع وزارة العدل وطلعت القانون يبقى كده يا ريس احنا عملنا اللي علينا وزواج الاطفال خلص. الاجابة لا، في حاجات كتيرة مجرمة ضربت لكم بيها امثلة لكنها بتحصل. طب ايه المطلوب؟ المطلوب كده ناس اهل علم يقعدوا على ترابيزة زي ترابيزة المصرف عندي كده ويقولوا علينا ان نبحث عن الاسباب اللي بتدفع الام اللي جوزها هرب وساب لها كم لحم عشان تخلص من بنتها فتجوزها وهي 12 سنة. السبب الرئيسي ورا ده الفقر. كيف نقلل الفقر عند الست دي؟ هل هي موجودة في تكافل وكرامة؟ لا مش موجودة، نوجد لها معاش تكافل وكرامة. البنت متسربة من التعليم، ادخلها التعليم وادي لها حافز انها بتتعلم. اول الام والبنت ما يلاقوا ايد حنينة عليهم مفيش جواز. اذا القصة مش قانون، القصة مش قانون، القصة أعمق من القانون. لو أنت عاوز تحل بصح، لو أنت عايز تجيب المشكلة من جدرها، إنما أنت كده كل اللي بتعمله هو مجرد مسكنات. لا، اتعبوا شوية، روحوا الكرة والنجوع، سيبوا المكاتب، اقنعوا الفلاحين والصعايدة في كل كرة مصر. مش هيقتنعوا بقانون. قانون إيه يا أبو قانون؟ مع احترامي للقوانين، عايز تحلها هاتها من جذورها. خد الام دي هزها كده، بتدمري بنتك. امبارح حكيت لك قصه البنت خلفت وهي كان عندها 14 15 سنه والواد هرب. هندخل في قضيه اثبات نسب. هتقول للام كده بنتك هتتضرب في شرفها في سمعتها. خوفها بس في نفس الوقت طمنها. قلقانه من ايه؟ بنتك بتكلفك 300 400 جنيه؟ طب وديها المدرسه وهدي لك ال 300 400 جنيه. والفلوس دي هتزيد كل شويه. البرازيل عملت كده، دول كتير عملت كده. انا طنطنت في البرنامج ده على برنامج تكافل وكرامه. عايز ده يستمر؟ اه عايز ده يستمر، بس عايز اقول لكم اسهل حاجه ان انت تقعد في مكتب مكيف وتروح فائع قانون بس، كأن الدنيا كده اتحلت. ده احنا عندنا قوانين لا يتم تطبيقها على الاطلاق. يا راجل ده الواحد بيبقى طالع من المدينه ماشي بالليل الاشاره حمراء قدامه والناس كسرها عشان ما فيش ضابط ولا عسكري مرور. لا طبعا، حل قضيه زواج القاصرات والاطفال لن يتم بالقانون، على احترامي وعلى عيني وعلى راس القانون، لكن الاهم من القانون هو حاجه واحده، نشر مزيد من التوعيه. مزيد من التوعيه تمنيته انه يطلع من البرلمان النهارده وهم بيفتتحوا الدورة الجديدة للبرلمان. دكتور علي عبد العال طلع تصريحات مهمة نحتاج في المصرف افندي ان احنا نتوقف امامها. اول تصريح مهم انه طالب الحكومة بانها تضبط الاسعار. بيني وبينك اول مرة يطلع التصريح ده من البرلمان ومن رئيس البرلمان. ما لقيتش تصريح واضح كده بقى. سيبك بقى اللي هو نضبط الاسعار، رئيس الوزراء رد عليه وقال له ان احنا هنقدم، الحكومه هتقدم انجازاتها في السنه ونص اللي فاتوا للبرلمان خلال اسبوع، على عيني وعلى راسي طبعا. هل البرلمان هيناقش؟ هيشوف؟ هيتكلم؟ بس في جمله قالها دكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب. قال: اقول للمسيئين للبرلمان اقتربت ساعه الحساب. وانا عايز اكلم دكتور علي عبد العال واقول له من هم المسيئين للبرلمان؟ هل هناك النهارده شخص بيسيء للبرلمان؟ بيني وبينك ده انا انبسط لما الاقي حد بيجيب سيره البرلمان، ده معناه ان البرلمان بيشتغل. في ناس بتأيده وفي ناس بتعارضه حتى لو وصلت لتجاوز في اللفظ. البرلمان مش مقدس. مفيش حاجة مقدسة. ايه المقدس؟ مقدس معروف، نص سماوي، إله، نبي. ده حتى ده بيحصل فيه تجاوز. هل أنا بدعو للتجاوز؟ الإجابة لا، بس أنا أفهم رسالتك إن أنت مش عايز حد ينتقد البرلمان. ليه؟ ليه؟ مفيش حد فوق النقد. ده أنا بقول لك في المصرف أفندي بنتقد قرارات الرئيس الجمهورية، بقول له على الهوا في مشروعات قومية أنت خدتها رأيي إن ده مش وقتها.
فانت تقول اقتربت ساعة الحساب، ده حتى مصطلح ديني قاسي كده يقل الكفار والعياذ بالله. لا بالعكس، عجبتني لما انت شكرت الاعلام، الصحافة بيؤدوا دورهم جميل، هي دي الروح اللي انا عايزها منك. بالعكس ده انت تقول لكل معارض البرلمان للي بينتقدوا اداء بعض السادة النواب، ندعوهم الى جلسات هنا يفتحوا عينينا على حاجات احنا مش شايفينها. هي دي لغة الحوار اللي انا عاوزها، انما مش لغة الحوار هو العزف واقتربت ساعة الحساب واللي هيقرب من البرلمان هنطلع عينه. لا حضرتك الرجل التاني في الدولة، حضرتك رأس السلطة التشريعية، حضرتك المسؤول عن تنفيذ نصوص الدستور اللي بتقول للناس احرار تقول رأيها بحرية دون تجاوز. لكن انا عن نفسي لم اجد اي سيرة للبرلمان مثلا من سنة. تزعل مني لو انا رئيس برلمان؟ ده يقلقني، ده ولا كأن الناس شايفاه. لا ازاي ده؟ ده لازم هرج ومرج وناس تنتقد وناس تطلع تتكلم، دي دولة 104 مليون يا دكتور علي عبد العال. لا ما ينفعش الكلام ده، انت عايز الناس كلها سكتم بكتم؟ معقولة جايين نأمم أفواه الناس؟ ده أنا بقول حضرتك أنت الحارس على تطبيق نصوص الدستور اللي فيها نصوص تتعلق بالحريات وإبداء الرأي والرأي الآخر. أنا أرجو مراجعة هذا التصريح، أرجو أن أنت تفتح أبواب البرلمان لكل معارض البرلمان، لكل منتقدي سياساتك أنت أولا. حضرتك لست فوق النقد، حضرتك لست مقدسا، يعني على عيني وعلى رأس رئيس البرلمان والرجل التاني في الدولة. بس لا، اللغة دي ما نحبهاش في بلدنا، بالعكس نطلع ونقول تحفظاتنا ايه، أراءنا ايه ضد البرلمان. في تقصير في البرلمان، عملت ايه مع الحكومة في ارتفاع الأسعار؟ ان حضرتك تطالب الحكومة بضبط الأسعار؟ طب ما ليل نهار احنا ده رئيس الجمهورية الرجل الأول في الدولة في السلطة التنفيذية بيطالب الحكومة كل يوم آخرها اجتماع من كام يوم بضبط الأسعار. ايه النتيجة؟ دورك انت تجيب الوزراء عندك وتجيب رؤساء الغرف التجارية، مش هتمشوا، حلولي مشكلة الأسعار. تقلب، انت ممثل الشعب، انت عين الشعب على الحكومة، انت بتمثل المواطن، تقول يعني ايه في أدوية ناقصة، يعني ايه الأدوية سعرها يبقى بالشكل ده، المواصلات ترتفع ازاي، دورولي في الموازنة مين الوزراء اللي جددوا مكاتبهم، مين بعشرات الملايين من الجنيهات، حاسبوه، دفع الوزير اللي جدد مكتبه الفلوس دي ورجعها الخزانة العامة للدولة. انا ساعتها كمواطن اطلع اسقف لك، احس ان انت في ظهري. الناس النهاردة مش منتظرة من حضرتك تصريح ده. انا كمواطن لا حيلة لي ولا قوة اطلع اقول يا رئيس الوزراء برجاء ضبط الاسعار زي ما انا كده قلت في اول حلقة، بس انا ما عنديش ادوات، ما عنديش سلطة على الحكومة ولا الوزراء. الوزير اللي أحسن شكرا، وبنذكر وزراء بالاسم زي وزير الكهرباء، زي وزيرة الاستثمار، وزير التعليم، ناس بتشتغل. لكن في ناس في المقابل، لا في ناس في المقابل ما بتشتغلش داخل الحكومة دي وممكن تؤثر على هذا الانتاج. لدرجة فوجئت بتصريح للسيد رئيس الوزراء النهاردة، لا تغييرات وزارية في الوقت الحالي. طب ليه كده؟ قفلتني ليه كده كمواطن؟ ليه لا تغييرات وزارية؟ يعني عايز تقنعني يا دكتور شريف، يا سيدي يا رئيس الوزراء، ان كل الوزراء في حكومتك ايوان كلهم شغالين؟ لا طبعا. وليه احنا منتظرين تغيير وزاري كبير؟ ما تعدل وزارتك وانت ماشي، الوزير اللي مقصر اللي انت مش شايف له انتاج يتغير. عامل حساب لمين؟ المنصب مش مغنم، مفروض مغرم، ده جاي رايح بيدير حياة 104 مليون مواطن. ينفع اسيب وزير قاعد في مكانه وهو ما بيشتغلش؟ لا انا عايز حضرتك تراجع التصريح بتاعك. بالعكس تفرحني لما تقول ايه بقى، أداء الوزراء يتم تقييمهم على أداء على مدار اليوم بس كده،
والوزير اللي شغال صح مستمر، والوزير المقصر هيتم تغييره فورا. هي دي البلد اللي انا عايزها، مش ان انا اطمن الكساله في الحكومه. في عندك كساله، في عندك وزراء ولا بيعملوا اي حاجه. لو طلبتني في التليفون وجيت لحضرتك المكتب وسقتني قهوه بن فاتح على الريحه، هقول لحضرتك كشف باسماء لا تقل عن 7-8 وزراء احنا اساسا مش شايفينهم، بس شغلين دولاب الدوله، سعاده الوزير رايح سعاده الوزير جاي. عندك وزراء كده، عندك غدا والي، سحر نصر، محمد شاكر مع حفظ الالقاب للكل، عندك وزراء شغالين صح ولا لا؟ عندك طارق شاوي، عندك وزير الداخليه اختلف معاه في حاجات، ضبط عشوائي، العيال اللي راحوا بتوع الضرايب. الداخليه تواصلت معايا قالت لي بنحقق في الموضوع ده وهنبلغك الرد. بس لما اجي اقارن الامن من ساعه ما استلموا لحد النهارده، لا ارفع له قبعه. مش هتكلم هنا على حاجات سياسيه والكلام لا، بس الراجل لا شغال، احد الوزراء اللي شغالين. انا عايز كده، لكن ما تقولش لا تغيير وزاري، ده انت كده بتساوي الوزير اللي شغال بالوزير اللي مش شغال. غير فورا، البلد مش متحمله والله، والله ما متحمله. مش عارف الاريحيه دي جت لحضرتك ازاي، ومش عارف الاريحيه دي جت ازاي للسيد رئيس البرلمان وطالب الحكومه بضبط الاسعار. مصر ما طلعتش اخبار كده بس، مصر طلعت خبرين حلوين النهارده. خبر يهمك كمواطن، انخفاض سعر كيلو الفراخ 5 جنيه. أصحاب المزارع ممكن يكونوا زعلانين من الخبر ده، بس ده سوق يوم فوق ويوم تحت، ولما كان فوق انتوا كسبتوا كتير ودفعنا وكعينا وما فتحناش بقنا. مر علينا رمضان يعني هنا وأعياد والكلام، نبوس ايديكم خفضوا الكيلو حتى 2 جنيه؟ مفيش. النهاردة كيلو الفراخ نزل بخمسة جنيه، نزل 5 جنيه، بقى كيلو من 16 جنيه ل17.5 جنيه. طيب أصحاب المزارع زعلانين، ده قضيتهم، مش ضد الاستثمار في الدواجن لأنه بيتجاوز 2 مليار جنيه. لكن في يوم بقى جه للمواطن أحد الأسباب، ما أنا ما يهمنيش، أنا مش جاي أقول لك الخبر وأمشي، لا أنا بسأل نفسي سؤال، إيه اللي خلى الفراخ يا إخوانا تنزل النهاردة؟ الفراخ نزلت علشان إحنا كمواطنين غلابة دخل علينا دخلة المدارس. اشتري كتب، اشتري هدوم للعيال، روح المدرسة ادفع القسط، اعمل اشتراك الباص، تاكسي يوصل حمادة، توك توك يظبط خالد، كلام ده. فما معيش فلوس اجيب فراخ. وبعدين رغيف الفينو، واحنا عملنا فيه حلقة قبل كده، بنص جنيه وبجنيه. طب انا عايز اجيب 3-4 ترغيفة فينو صغيرين للولا، احط له فيها لحس الجبنة معلقة عسل، طب انا هجيب فراخ منين؟ لو قلت بجيب 5 فرخات في الشهر يبقوا 3. فاللي حصل ايه؟ حاجه كده في الاقتصاد اسمها العرض والطلب. المعروض زاد عن الطلب فالسعر نزل. اللي عايز بقى يشتري فراخ ينزل اليومين دول. اشتري براحتك قمر، استمتع. استمتع كمواطن لما سعر سلعه ينزل، انزل اشتري. مش انت اتذبحت وطلع عينك وعين اللي جابوك كمان لما مؤاخذه علشان تجيب للعيال فرخه؟ لا انزل النهارده. كيلو الفراخ نزل، اتمنى ان ما يبقاش الفراخ بس، اتمنى حاجات كتيره جايه. في وسط الاخبار دي النهارده الدكتوره غدا والي استقبلت الاولى على الثانويه العامه آية طه مسعود. استقبلتها ليه؟ ايه علاقه وزيره التضامن بالاولى على الجمهوريه ثانويه عامه؟ هتلاقيها تعالي يا بنتي، رئيس الجمهوريه عبد الفتاح السيسي لما كان في مؤتمر الشباب في الاسكندريه وحياكي والكلام ده، فهو قال انا هجيب للاولى دي عربيه من فلوسي من حسابي الشخصي. اشترى العربيه، عربيه الحمراء دي، ارجعوا تاني يا اولاد هاتوا الصوره. غدا والي، عربيه شوفرليه او اعلان لشوفرليه. تمنيت بقى شوفرليه نفسه هو اللي تبرع بالعربيه يعني. جاب لها عربية دكتورة غدا والي وزيرة التضامن الاجتماعي، مقدمة العربية لهذه الطالبة متفوقة. لقطة جميلة حلوة. السيسي تبرع بفلوس العربية.
العربية دي سعرها تقديري كده 220 ألف جنيه. عشان ما تقعدش تقول لي بقى السيسي معاه كام وبتاع، لا، الراجل اول ما استلم السلطه تبرع بنص ثروته وخد شنطه كده وقال انا هقدم ده لصندوق تحيا مصر. هو النهارده تاني مره برضه فك الكيس وطلع 220 الف جنيه وقال هجيب بيها عربيه للبنت المتفوقه دي. سلوك طيب من رئيس الجمهوريه يقابله ان انا اتمنى من بعض الشخصيات اللي في الدوله المستثمرين رجال أعمال يعني يشجعوا هذا النوع من التفوق. يعني هنطلع فاصل قصير، وفي الفاصل عامل لكم تقرير حلو جدا عن هنرجع بيه تقرير عن ايه يا شباب؟ 33 سنة لما انت تشوف العلم بتاع مصر هتلاقي جواه النسر. ايه قصة النسر ده؟ سنة 84 تم وضع هذا النسر. طب وقبل كده كان في ايه؟ كان في قصص هتعرفوها من التقرير. بس عايز اقول لك ايضا من ضمن الاخبار الكويسه، 5 شركات صينيه تتقدم للاستثمار في مصر ب 5 مليار دولار، عايزين يعملوا 250 الف وحده سكنيه في مشروعات الاسكان القومي. 5 شركات صينيه بيقولوا احنا عايزين نضخ 5 مليار دولار في مصر، منهم 3 شركات من اكبر 10 شركات في العالم. خبر حلو يفرحني، اقول يعني اما الخمسة مليار دولار ما جوش مصر لسه، ما دقوش بصبار. اتمنى ان دكتورة سحر ناصر وزيرة الاستثمار ترفع السماعة على ممثل الشركات دي وتجيبه بكرة الصبح 8 الصبح، ووزارة الاسكان تاخد خطوة، وآية المجتمعات العمرانية توفر، ده رئيس الوزراء ياخدهم كلهم على طول بكره في المكتب غدا وعشاء كباب وكفته. دول جايبين 5 مليار دولار، عارف يعني ايه؟ تتكلم في 92 مليار جنيه. اتمنى انهم يضخوا في مصر، لا تقابلهم عقبات، اتمنى مشاكلهم تتحل. لو يعني ما نصدر لهمش كده المشاكل، بالعكس احنا بنتنشأ على دولار. اتمنى الخبر هو الخبر حقيقي بس لسه ما نزلش على ارض الواقع، بس احنا بنتنشأ على خبر حلو. نطلع فاصل. ثلاثة وثلاثون عاما يتمها النسر الذهبي الذي يمثل شعار جمهورية مصر العربية ويتوسط علمها. ففي 2 أكتوبر لعام 1984 اعتمد مجلس الشعب المصري برئاسة الدكتور رفعت المحجوب آنذاك نسر صلاح الدين الأيوبي، ويمثل الشعار نسر مصري مضموم الجناحين باللون الذهبي وينظر ناحية اليمين وهو مرفوع الرأس، ويتوسط صدره درع عليه علم مصر بألوانه المعروفة، مرتكزا على قاعدة كتب عليها بالخط الكوفي جمهورية مصر العربية. وكان النسر ذاته هو رمز الدولة منذ عهد الدولة الأيوبية التي أسسها السلطان صلاح الدين الأيوبي في مصر بعد القضاء على الخلافة الفاطمية، ويرمز إلى الانتصارات العربية في ذلك العصر. وكان شعاره نسر أحمر الذي يرمز إلى القوة والانتصار على الأعداء، خاصة عندما كانت مصر تحارب الصليبيين في ذلك العهد. بعد تعديلات وتغييرات كبيرة على مدار تاريخ مصر، عاد النسر من جديد كشعار للدولة بعد إعلان الجمهورية في مصر في عهد الرئيس جمال عبد الناصر، وعلى صدره يوجد هلال و3 نجوم في خلفية خضراء تدل على أن دين الدولة الرسمي هو الإسلام، و3 نجوم الأخرى تمثل 3 ديانات الرئيسية في مصر وهي الإسلام والمسيحية واليهودية. أما خلال الوحدة التي تمت بين مصر وسوريا، تم تغيير النقش على صدر النسر بظهور نجمتين خضراوتين يمثلان مصر وسوريا حتى عام 1972، حيث تم تغييره في عصر الرئيس أنور السادات بعد انضمام مصر لاتحاد الجمهوريات العربية بين مصر وسوريا وليبيا، الذي اتخذ شعار صقر قريش الذهبي مفتوح الجناحين ينظر ناحية اليسار، وظل شعار مصر شعاراً حتى عام 1984،
واتخذته سوريا وليبيا كشعارين لهما أيضا حتى الوقت الحاضر، فيما تم اعتماد الشعار الحالي عام 1984 شعارا رسميا. صحينا الصبح النهاردة على خبر حادث إرهابي بشع حصل في مدينة لاس فيغاس في أمريكا، أصفر حتى الآن ربما تزيد الحصيلة عما نقوله، بس عن 50 قتيل ما يقرب من 500 مصاب. حدث ضخم. داعش أعلنت في نفس اليوم من ساعات قليلة بأنها هي المسؤولة عن هذا الحادث والكلام، رغم أن القاتل حسب ما ورد في وكالات الأنباء عمره 64 سنة، أمريكي، سجله إجرامي، بس إيه اللي دخل داعش هنا وصلته للمواطن أمريكا عنده 64 سنة؟ يعني معايا على التليفون الكاتبة الصحفية الكبيرة مديرة مكتب روزا اليوسف في الولايات المتحدة الأستاذة حنان البدري. مساء الفل أستاذة حنان. أهلا، مساء الخير. عاوز أعرف من حضرتك تفاصيل ما جرى اليوم أو آخر الأخبار. آخر الأخبار مثيرة إلى حد كبير. يعني الراجل المتهم لما الشرطة وصلت للغرفة، طبعا ما قالولناش إزاي وصلوا للطابق 32 وحددوه ودخلوا، يعني وصلوا للغرفة ذاتها وفضوا الدور اللي موجود فيه الغرفة اللي كان فيها. نعم. لقوه قتل نفسه. قتل نفسه. قتل نفسه. بس خلينا نرجع الأول كده. انتحر. أول الحادثة باختصار شديد، لأن أكيد أنتوا سمعتوها أثناء عرض كونسرت كبير، حفل موسيقي في الهواء الطلق في نيفادا، في المدينة المعروفة بأنها مدينة، يعني الناس عارفين هي الألعاب، يعني خلينا نقول زي مدينة الملاهي الكبرى لاس فيغاس. الحفل ده كان فيه حوالي أكثر من 22 ألف بني آدم، وهذا الرجل كان خاطنا في فندق عبر الشارع، وشارع عريض جدا، يعني عريض لدرجة أنه مطار، يعني نعم. معرفش إزاي صوب عليهم الكلام ده كله. أعمل حدود الساعة بعد قبل الساعة 11 مساء، اشتغل بطلقات الرصاص وأثر عن مقتل حتى الآن المعلن 58 شخص. 58. وإصابة ما يزيد عن 500 بني آدم، وفي أكثر من 20 شخص في حالة حرجة للغاية. طب حنان، تعليق على بيان داعش، هل تعتقدي وأنت مقيمة في أمريكا منذ سنوات طويلة بأن هذا الشخص الأمريكي ال 64 سنة ليه علاقة بداعش؟ لا أعتقد تماما، وهقول لك، والكلام ده كان واضح منذ البداية، من أول ما داعش طلعت هذا التصريح الغريب. أولا الأمريكان رسميا سواء السلطات الأمنية أو السلطات الحكومية أعلنوا بأنه لا علاقة بأي حال من الأحوال، ولم يثبت علاقة داعش بهذا الحادث. الأمر الآخر، لو أي بني آدم نظر للراجل اللي هو مرتكب الحادث ده، ستيفن ده عنده 64 سنة، قاعد في مدينة، يعني بيته على بعد 80 ميل شمال شرق مدينة لاس فيغاس، في حتة هادية جدا، وفي كومباوند لا يسكنه إلا الأكبر من عمر 55 سنة، يعني مكان مخصص البيوت فيه للمتقاعدين ومعروف بهدوء الشديد. وخلي بالك من كلمة هدوء الشديد، لأني هرجعك للاحتمالات الأكثر فردية هنا. الراجل ده أولا غني، معاه رخصة طيران، عمره ما كان عنده أي حوادث توقيت من قبل البوليس، إلا حوادث مخالفات سيارات عادية سرعة أو حاجات كده من بسيطة الاعتيادية. المثير إن أبوه كان من أكبر 10 من 10 المطلوبين أمنيا في الولايات المتحدة في الستينيات والسبعينيات. أبوه ده توفى من سنتين لأنه كان متهم باقتحام وسرقة بنوك. طب عندك تفسير لإقدام القاتل على ارتكاب هذه المجزرة البشعة؟
عندي انا عندي تفسير متواضع بعد 27 سنه في البلد دي. اعتقد ان هذا الرجل اللي راح وقعد في هذا المكان من يوم الخميس اللي فات صديقته ما كانتش معاه، هي في الفلبين، حددوا مكانها وبيحاولوا يتصلوا بيها عشان ترجع عشان يستفهموا منها. ما عندوش اي مشاكل نفسيه، بيشرب. انا توقع اما انه انتبهوا لوثه عقليه نتيجه السياح والدوشه الكثيره اللي قادمه عبر الشارع من 22 الف نفر بيحضروا حفل موسيقى موسيقى الريف الامريكيه، او ان يكون شرب زياده عن اللزوم. بس السؤال الاكبر، ازاي وصل 10 اسلحه الى غرفته وكانت مدججه بالسلاح لان يستخدمه بكل هذه الكميه؟ نعم، يعني هو ده السؤال الكبير اللي احنا متوقفين امامه. فده تفسير الحال. طيب يعني عندك توقع ردود افعال الاداره الامريكيه في الايام القادمه هتبقى ايه؟ هل هتتعامل مع الموضوع انه حادث ارهابي ولا حادث جنائي؟ لا، مش صعب قوي انها تتعامل معاه كحادث ارهابي اولا. ثانيا اعتقد ان البعض يعني في اماكن معينه قد كان يتمنى ان يكون ذلك، لكن المشكله اللي انا اتوقع انها تكون مسار جدل اكبر من دي قبل هذه المره هي مشكله حمل السلاح. الولايات المتحده الامريكيه كما تعلم عباره عن حكومات فيدرالية متعددة، وكل ولاية هي تعتبر دولة مستقلة بنفسها فيما يتعلق بقوانين عدة. قانون حمل السلاح ده أو القوانين المرتبطة بأحقية حمل السلاح بتبقى للولاية. يعني لو تذكر حادث فيرجينيا اللي راح فيه ضحيته البطل المصري اللي أنقذ أمريكان ومات ناس كتيرة، في قوانين سنت بحيث ان اللي ياخد في ولايه فيرجينيا اللي بياخد او يشتري سلاح ينبغي عليه ان يتقدم بشهاده بسلامه القوى العقليه والنفسيه، وايضا بانه عاقل ما عندوش مخالفات ما عندوش جرائم، وبذلك يتمكن من الحصول على السلاح. ولايات ثانيه جنوبيه معروفه بتمسكها زي الصعيد عندنا كده، ما حدش هيقدر يغير فيها حاجه، يعني قوانينها زي ما هي، لان حق حمل السلاح موجود في الدستور الامريكي على اساس هم بيفسروها التفسير المقابل، وهو ان حمل السلاح انا بحمله عشان احمي نفسي وليس العكس. بشكرك. الامر الاخر، عندنا انتخابات السنه الجايه، ولهذا نعم. الموضوع ده هيتبوأ بقى المشاكل المعتاده والمتصوره ما بين الحزبين التقليديين الجمهوري والديمقراطي. بشكرك الكاتبه الصحفيه الكبيره استاذه حنان البدري، معلقة على الحادث الكبير الجنائي اللي أودى بحياة 58 قتيل أمريكي اليوم من واشنطن. النهاردة جينا معدنا كل يوم اتنين فقرة هموم الناس. الفقرة دي بنفتح فيها تلفونات لحضراتكم، أي حد من حضراتكم عنده مشكلة بحيث انه هو يدخل على التليفون. نزلوا يا شباب التليفونات على الشاشة، اللي عنده اي مشكلة في اي منطقة في اي محافظة تعلق بمحافظ بمسؤول يخش يقول مشكلته، واحنا بنحتفظ بارقام التليفونات. احيانا بعض السادة المسؤولين بيحنوا علينا ويحبوا يتابعوا وياخدوا التليفونات ويتواصلوا لحل هذه المشكلات. نزلوا التليفونات وعاوزين ناخد اول اتصال تليفوني. المستشار احمد النواوي من القاهرة، تفضل أستاذ أحمد. مساء الخير يا فندم. الأول أهلا بحضرتك، كل سنة وأنتم طيبين وسنة سعيدة على حضرتك. الله يخليك. يا ريت بس تسمعنا من التليفون وتقفل التلفزيون يعني. تمام. للأسف بس في مكتبي، وكويس إن أنا تواصلت مع حضرتك. إحنا المشكلة عندنا يمكن تمس النظام العام وتمس جمهورية مصر العربية بالكامل. سامعني يا فندم؟ سامعك. مشكلتنا تمس النظام العام وتمس جمهوريه مصر كامل. احنا عندنا فندق، عندنا فندق سياحي موجود في المعادي، وحضرتك
تماما ان منطقه المعادي دايما الاجانب بجنسيات متعدده بيحبوا يقطنوا فيها وبيسكنوا فيها اول ما بيفيقوا الى جمهوريه مصر العربيه. نعم. فوجئنا للاسف في يوم 26/9/2017 السابق، لسه من حوالي ما يقرب من اربع ايام او ثلاث ايام او خمس ايام، عربيه ميكروباص جت وقفت قدام الفندق. احنا فندقنا في سرايات المعادي، ودي منطقة متواجد فيها يمكن بيت السفير الإسرائيلي، بيت سفير السودان، بيوت السفراء، ومنطقة سياحية من الدرجة الأولى. فوجئنا ان في عربية ميكروباص جت وقفت الساعة 11 الى ربع الصبح، نزل منها وترجل منها حوالي اربع رجال ومعهم خمس رجال ومعهم سيدة منتقبة. اخترقوا امن الفندق. احنا عندنا طبعا شرطة سياحة، فرد شرطة سياحة متواجد بصفة مستديمة امام الفندق، وبتمر عليه الدوريات الخاصة بشرطة السياحة. فوجئنا ان هؤلاء الاشخاص هاجموا الفندق، دخلوا الفندق بدون ابراز ما يثبت شخصياتهم، بدون توضيح ان كانوا من احدى الجهات الحكومية، توضيح المهام المكلفين بها. طبعا اعترضوا افراد الامن عندنا، وسمعنا من بعض الافراد ان هم كانوا عايزين فلوس. طبعا السيد مدير عام الفندق هو القائم باعمال اداره الفندق توجه سريعا لهذه الواقعه، ومعه الطاقم الاداري الخاص بالفندق، وعشان يعرف الموضوع ماشي ازاي. اول ما شافوه وشافوا هذا الطاقم الاداري فروا هاربين من الفندق. توجهت انا طبعا الى قسم شرطه المعادي، وتقابلت مع السيد مأمور الاسم ونائب مأمور الاسم، وأطلعت على التصوير الخاص بكاميرات الفندق، لأن إحنا عندنا طبعا كاميرات إلكترونية. مفهوم. المفروض بتبقى شرطة السياحة بتدينا موافقة بتركيبها. توجهت وأطلعت السيد نائب المأمور والسيد مأمور الاسم بهؤلاء الأشخاص، وفوجئت للأسف وكانت الصاعقة والطامة الكبرى بأنهم أفراد ومهندسين بحي المعادي. اللي هم مين؟ اللي دخلوا؟ اضطريت. اللحظة بس، اللي دخلوا الفندق؟ لا أنا مش سامع. يا فندم. يا فندم، كسروا الباب الخاص بالفندق. يعني دول موظفين في حي المعادي؟ ما أنا عرفت بعد كده إن هم موظفين في حي المعادي داخل قسم شرطة المعادي. يعني وأنا جوه القسم بحرر المحضر، عرفت إن هم موظفين في حي المعادي. طيب رد فعل المأمور ايه؟ رد فعل المأمور، عايزك تجاوب على الاسئله. المأمور طبعا تحرك معي سريعا و اتفضل. لا ما انا بقول لك المأمور رد فعله. رد فعل المأمور كان رد ايجابي جدا، هو السيد النائب، وكان لبشيط الاسم بتحرير المحضر الرسمي، وتقابلت مع السيد رئيس مباحث الاسم، وللاسف تم اجراء تليفوني من مدير عام الفندق قبل يمكن ما توجه للاسم مع السيد للاسف اللواء عمرو فكري رئيس حي المعادي، وقال له صراحه المقوله اللي قالها انا ما اعتقدش ان هي تنسب لضباط الجيش والقوات المسلحه. قال له انا لواء اركان حرب واعمل اللي انا عايز اعمله، وريني هتعمل ايه. لا هو بس لحظة اتفضل، لان حضرتك عمال تسترسل وتوهني معاك. هم جم الفندق عايزين ايه؟ احنا يا فندم عندنا الفندق، في عندنا اربع مطاعم تحت الفندق. احد المطاعم احنا بنقوم بالتشطيبات فيه، التشطيبات الخارجية عشان وجهة استثمار السياحي داخل اقليم جمهورية مصر العربية. والنبي سيبك من التفاصيل، انا ما مش عايز بقى جمل وجهة الاستثمار السياحي. انا عايز تخش لي في الموضوع، هم جم الفندق ليه؟ جم الفندق للأسف كانوا أرادوا تقاضي مبلغ من المال. طيب أنت رحت عملت محضر واتهمتهم بده؟ حررنا محضر وحررت إنذار على يد محضر. اتفضل يا فندم. أنت رحت المحضر اللي اسمه عملت محضر بده؟ محضر رسمي بهذه. طيب مش المحضر هياخد إجراءات وهيقبضوا عليهم؟ المحضر طبعا راح النيابة، والنيابة هتصدر قرار بهذا الشأن. طيب انت حضرتك بقى بتتصل فين المشكلة؟ اللي انا بقوله المشكلة هنا، ازاي جهة حكومية حي المعادي اذا كان عندنا مشكلة او اذا كان عندنا مخالفة حرر 500 مخالفة؟
لكن ما ينفعش تماما ان تتوجه لمنشاه سياحيه وتخترقها. دي منشاه. انا بشكر سياحية. حضرتك خلينا نبعت الشكوى للسيد وزير التنميه المحليه، وفي شكوى على الهوى من احد المستثمرين المصريين وعنده اوتيل في المعادي وجرى اقتحامه من بعض الموظفين في حي المعادي وفي محضر بده في اسم المعادي. ننتظر رد فعل ونشرح القصة ونسمع وجهة نظر مقابلة. تليفون تاني مين يا شباب؟ سيد من القاهرة، تفضل سيد. انا بس ارجو من السادة المشاهدين يعني اختصار المشكلة، قول لي مين المسؤول اللي عايز توجه له المشكلة وبإيجاز. تفضل سيد. الو وليد لو تسمح. وليد ماشي، تفضل استاذ وليد. استاذ محمد بعد السلام عليكم. انا سنة 93 اشتريت قطعة ارض على طريق القاهرة بالبيس. المنطقة اللي اشتريت منها كان في مبني عليها فيلتين ثلاثة ومصنع ومنطقة مفتوحة. انا ما فكرتش استثمر في الارض دي من ساعتها للسيوله اللي كانت معايا. من كام سنه فكرنا نعمل حاجه، قالوا لا لازم تاخدوا موافقه المحافظه والجيش عشان في ظهر الارض دي يقع معسكر المظلات بتاع القوات المسلحه. قدمت الطلب من اكثر من سنه ونص سنتين، المحافظه وافقت وقالوا لنا احنا في انتظار رد القوات المسلحه هتعمل معاينه. بلغونا ورحنا عملنا معاينه وطلبوا اعاده المعاينه تاني، وبعد حوالي سنة ونص جالنا جواب قريب في رمضان اللي فات برد ان القوات المسلحة رد ان يحصل حاجة هناك. نعم. انا سؤالي دلوقتي، الارض دي 6500 متر تقريبا مسجلة شهر عقاري، ويوم ما اشتريتها مكتوب خارج زمام القوات المسلحة لكافة المشاريع. انا دلوقتي لو القوات المسلحه شايفه ان من الضرر ليها ان نعمل اي مشروع انا مش معترض، وحقهم وهبصم بالعشره، بس في المقابل يبقى في اي يا اما اعتزلهم عن الارض ويدوني تعويض او يقولوا لي غير نشاط اعملها مخازن. انا موافق ان اعملها اي استثمار، انا كنت طالب مصنع اشغالات معدنيه، هم راضين لو النشاط ده يسيء انا مقابل ان اعملها مخازن وهعرف اجرها هناك مخازن او اعملها ايا كان. انا بشكرك استاذ وليد، الرساله تذهب الى السيد وزير الدفاع ومستثمر واخد قطعة أرض 6500 متر مفروض أنها خارج زمام القوات المسلحة، لكن القوات المسلحة ارتأت الآن بأن الأرض دي مثلا ما ينفعش يقام عليها مشروع. هو بيقول حاجة من الاتنين، يا إما تعوضوني صرفوا، ممكن القوات المسلحة تاخدها وتضمها لأراضيها وتعوضوا ماديا، أو قولوا لي كقوات مسلحة إيه نوع النشاط اللي أنا أعمله ويرضيكم، لكن ما ينفعش الأمر طبعا يتساب. يعني سيد من الجيزة، تفضل سيد. ايوه سيد. الو. ايوه استاذ محمد. ايوه حبيبي. ايوه معاك. لو سمحت، انا دلوقتي عندي 62 سنه، بقالي حوالي 15 سنه في الم بيجي في صدري كده في الشمال، فعايز اوصل للدكتور حسام موافي بعد اذنك. حاضر، سيب رقم تليفونك وان شاء الله نتواصل معاك ونقول لك تروح تزوره في عيادته في وسط البلد. محمد من الجيزه، اتفضل محمد. مساء الخير استاذ محمد. مساء النور حبيبي. لو سمحت يا فندم، انا عندي مشكله مع الاسكان، شقق الاسكان بتاعت الشباب. مقدم بقالي سنتين ونص ومفيش اي حد استعلم عني، ولا في اي حاجه تثبت ان انا مقدم ولا اي حاجه. بقالي سنتين ونص ودافع كل الاقساط. اسكان اجتماعي؟ اسكان اجتماعي. اسكان اجتماعي يا فندم. طيب اسكان انت ساكن فين؟ شهر اكتوبر. انت ساكن فين؟ في القاهره هنا؟ في القاهره. ومقدم في شقق في الجيزه، ساكن في الجيزه ومقدم في شقق اكتوبر. هتروح على مبنى وزاره الاسكان اللي في وسط البلد في القصر العيني؟ رحت يا فندم اول امبارح ومفيش اي، وقفت في طابور خمس ساعات ومفيش اي حد. مش عايزك تقف في طابور، مش عايزك تقف في طابور، عدي على استاذ هاني يونس المستشار الاعلامي وهو بيتفرج على البرنامج وتقول له انا عملت مداخله مع فلان وقال لي اجي لك، وانت قاعد عنده كده بتشرب كوبايه شاي هيكشف لك على الاسم ويقول لك فين الموضوع. ماشي، لو عايز تروح له بكره روح له بكره. استاذ هاني يونس المستشار الاعلامي لوزاره الاسكان. مين شباب تاني؟ تليفون. هاله من القاهره، اتفضلي هاله. السلام عليكم. سلام ورحمه الله. ازيك يا استاذ محمد؟ اهلا بيك يا هاله. كل سنه وحضرتك طيب. وانت طيبه. يا استاذ محمد، انا بطاقه التومين بتاعتي ضايعه بقالها 6 شهور. عملت محضر ورحت اطلع البطاقه، قالت لك ايه الوزاره؟ المكتب وكل حاجه. وكل ما اروح المكتب يقولوا لي لسه ما جاتش. فانا مش عارفه اعمل ايه حضرتك. ورحت مكتب خدمات المواطنين في وزاره التموين في القصر العيني؟ لا ما رحتش.
طب روحي بكره كده وبعد ما تخلصي رد عليا. مكتب التموين، مكتب ايه؟ مكتب، بص هتروح وزارة التموين في القصر العيني، مكتب خدمات المواطنين، روح يقول لهم الموقف كذا وانا عايز اطلع البطاقة بس، وتواصلي معايا تاني وقولي لي ايه اللي حصل. ربنا يخليك يا دكتور. حاضر. هلا حسن من الشرقية، اتفضل حسن. ايوه فندم. ايوه حبيبي اتفضل. مع حضرتك وائل نصر من محافظة الشرقية. اهلا بيك وائل. مع الباشا، عندنا مشكلة كده بقالنا فترة بنحاول نتواصل مع حضرتك. اتفضل. احنا 500 شاب وفتاة من كل محافظات مصر. نعم. في 2008 الدكتورة غادة والي واحمد درويش تبنوا مشروع مع الصندوق الاجتماعي لتشغيل الشباب. نعم. زي ما حضرتك بتنادي بيه يعني. نعم. تقدمنا كلنا المشروع ده، كان اسمه مراكز النيل، مكتب خدمات بنطلع شهادات ميلاد وبطايق. نعم. وكانت برضو شركة محمول كانت متبنية المشروع ده معانا، بلاش ذكر اسمها عشان ما يبقاش دعاية يعني. اشتغلنا في المشروع ده من 2008 ل 2016. نعم. جت الشركة اللي هي كان شركة النيل الهندسية متبنية المشروع، اللي هي نفذت المشروع عن طريق الصندوق الاجتماعي. جت قفلت المشروع ده في 2016 وطردت ال 500 شاب وفتاة في الشارع. شكوتك نبعتها لمين؟ شكوتك نبعتها لمين يا وائل؟ طبعا الحل في ايد الصندوق الاجتماعي وفي حل الدكتوره غاده والي، لازم هي اللي كانت متبنيه المشروع. رساله مباشره للدكتوره غاده والي، لو حضرتك مكتبك تواصل معانا هندي لحضرتك تليفون استاذ وائل لحل المشكله. حمزه من الاسكندريه. ايوه اتفضل استاذ حمزه. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. ازيك يا سعاده الباشا؟ اهلا بيك حبيبي. انا عندي مشكله بقى لي 5 سنين بجري عليها مش عارف اخلصها. ايه هي؟ عندي بصحة شهاد ميلاد العيال الاسم هم عندك ايه فيه. عندك ايه عندك ايه شهاد الميلاد؟ نعم. اولادي. نعم. مالها؟ انا الاسامي بتاع والدتهم غلط فيها، بقى لي 5 سنين بجري عليها في طنطا وفي اسكندريه والعباسيه، اخر حاجه لورا العباسيه، ما انا مش عارف اطلعها، وتعبت اخر تعب، والولد داخل الجيش مش عارف اعمل ايه اساسا. شهادة ميلاد ولادك مالها؟ فيها مشكلة ايه؟ فيها خطأ في اسم الأم. اسم الأم غلط. مصلحة الأحوال المدنية. فيها واسم مالها فيها غلط. رحت طنطا ورحت اسكندرية، آخر حاجة وصلتها للعباسية، ما أناش عارف أعمل أي حاجة. محدش بيفيد حد حاجة، يعني بروح ما بستفادش بحاجة خالص. النقف طابور لحد الساعة 2 الظهر وما أعرفش أعمل أي حاجة. مصلحة الأحوال المدنية تابعة للسيد وزير الداخلية، ننتظر من إدارة العلاقات العامة. حاضر، أنا بشكرك، ننتظر من السادة المسؤولين في إدارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية التواصل معنا، هنديكوا بيانات. أستاذ حمزة من الأسكندرية بقاله 5 سنين عنده خطأ في شهادة ميلاد ولاده، عايز يعدله، 5 سنين مش عارف يعدله. أعتقد هتحلوا المشكلة ببساطة يعني، بس. روان من الاسكندريه اتفضلي، اخر اتصال تليفوني روان. الو السلام عليكم. سلام ورحمه الله. ايوه معاك. ألو. روان اتفضلي. لو سمحت انا روان من اسكندريه، كنت حضرتك مع الدكتور ايمن وقلته على حمله للسمنه وكده، وانا دلوقتي ظروفي يعني ما اقدرش انا يعني ان انا اكشف عند دكتور بره وكده، وبتابع دكتور ايمن في كل من بعد العيد وكده. طلبات حضرتك، طلبات حضرتك يعني الدكاتره اللي بيستضيفهم بيبقوا عاوزين مثلا تكلفه العمليه، تكلفه المستشفى. طلبات حضرتك يعني طلبات حضرتك طلباتك طلباتي ان انا نفسي دكتور ايمن يوصلني الدكتور يعني اي دكتور سنه ونحافه. هندي تليفونك لدكتور ايمن حالا يا شباب، ابعتوا تليفون روان لدكتور أيمن رشوان زميلنا وصديقنا اللي بيقدم برنامج متميز عن الطب في قناة القاهرة والناس، وإن شاء الله هتلقى لاستجابة. مفروض بعد الفاصل عندي حوار مهم جدا مع الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ عبدالله السناوي، هنقلب في أحوال البلاد والعباد والمنطقة. بس قبل ما نطلع فاصل عايز أقول لكم إن الفنان الشاب محمد رمضان اشترى طيارة النهاردة. طيارة اشترى طيارة ونشر صورتها وركبها وراح بيها سانت كاترين. البعض عمال يعلق على الفيسبوك والناس عمالة تشتم محمد رمضان، بعض كده. طيب هي دي صورته على الشاشة. محمد رمضان فنان شاب
موهوب بيقدم أعمال فنية تتفق تختلف عليها، بيتقاضى أجور جيدة متميزة، بيعمل كام حاجة كده. إيه هي؟ رقم واحد بيدفع الضرائب. رقم اتنين لما جات له الخدمة العسكرية ما تهربش منها زي البعض، راح أداها. رقم ثلاثة راح مستشفى سرطان الأطفال وبعض المستشفيات اتبرع عليهم بعدة ملايين، ماشي؟ تبرع بمبلغ آخر لصندوق تحيا مصر. هل هو مجبر للتبرع؟ الإجابة لا. طب شاب ومعاه فلوس وكسبها حلال، حلال بلال، يعني هو ضرب على إيد حد علشان يديله 50 مليون جنيه في المسلسل؟ الإجابة لا. إذن أنا مش عايز النعرة دي تبقى يعني تبقى بينا. ما يجيب طيارة يا رب يكبر وانت تكبر معاه. ليه الروح دي؟ اللي ربنا رزقه بقرشين عايز يجيب طيارة، عايز يجيب مش عارف يشتري كوكب المريخ، ما يعمل ده. انت انا حاسبه على حاجة واحدة هنا في البرنامج ده، لو متهرب من الضرائب، متهرب من اداء خدمة عسكرية، انغزه كده اقول له فين المسؤولية الاجتماعية، ما تتبرع لهنا وهنا وهنا. والامانة هو عمل ده. الراجل بقى مشكلة محمد رمضان، شاب 29 سنة والراجل واضح لا بيخبي ولا بيعمل. وعايز اقول لك في رجال اعمال كتيرة في مصر انت ما تسمعش عنهم ولا تعرف اسمائهم، عندهم طيارات. انا بتكلم بس علشان احنا عندنا كمصريين البعض حتة بقى ايه اللي هو انت تعبان طالع عينك، عايز الكل يبقى تعبان وطالع عينه. وربك يا اخي موزع الارزاق، مش بيقول لك كل واحد واخد ال 24 ايراد بتوعه؟ انت خدتهم صحه، رمضان خدها فلوس، في واحد خدها شهره، وهكذا. مش عايزين نبطل النعره دي، يعني فكره ان انا بص بقى للناس وشايف جايب. ما يجيب يا باشا طياره، يجيب ثلاث طيارات، مش هيدفع لي ضرايب؟ مش هيشغل ناس وهيجيب تامينات ليهم؟ مش بيتبرع ليه الدوله؟ تعالى احنا نساعده، نقول له والله في مشروعات كذا يا محمد رمضان عايزك تتبرع ليها، هو الكلام ده. لكن فكرة ان واحد معاه قرشين بيتمتع بيهم، هو حر يا اخي. الاصل في الكون احنا مش هنعدله. زعماء ورؤساء دول حبوا يخلوا العالم كلهم طبقة واحدة، ما ينفعش. ورفعنا بعضكم فوق بعض طبقات او درجات. عايزين ننظف الحتة اللي جوه دي شوية. فاصل، والكاتب الصحفي الكبير الاستاذ عبد الله السنو. بعد الفاصل، عبد الله السناوي كاتب ومحلل سياسي، وله حاليا مقال منتظم بجريدة شروق، ويعد من أكبر المعلقين السياسيين في مصر حاليا. ترأس السناوي تحرير جريدة العربية الأسبوعية منذ مايو لعام 2000 إلى أبريل لعام 2011، وعمل على مدار تاريخه المهني في إدارة تحرير عدد من الإصدارات التي كانت تعبر عن صوت التيار القومي الناصري واليساري. لسنوات طويلة نشرت له بعض الصحف العربية مقالات منتظمة، كما صدرت له عدة مؤلفات أهمها كتاب يوميات جمال عبد الناصر في حرب فلسطين ومذكرات برقاش. يرى السناوي أن الواقع الفلسطيني أصبح ينبئ بإمكانية تجاوز الانقسام الذي استنزف القضية الفلسطينية لأكثر من 10 سنوات بعد تعهد حركة حماس بحل اللجنة الإدارية التي تدير قطاع غزة وتشكيل حكومة وحدة وطنية وإجراء انتخابات رئاسية ونيابية. الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ عبد الله السناوي هو ضيفي في هذه الفقرة. عايز أتكلم معاه عن الداخل والخارج، ولما تقعد مع كاتب بقيمة وحجم ووزن عبد الله السناوي ربما تحتاج حلقات. من صغره كصحفي هو مهتم بالشأن العربي، وأنا في برنامج المصري أفندي أي حاجة تتعلق بالشأن العربي أقول لفريق الإعداد على طول عبد الله السناوي. النهارده عندنا قضايا كتيرة في المنطقة العربية. عندي اخر حاجة كردستان والاستفتاء بتاعه، وهل هينفصل؟ هل ده هيعمل صداع في بعض الدول العربية الاخرى؟ هل بداية تفتيت؟ عندي ايضا حماس غدا السلطة الفلسطينية برئاسة ابو مازن هتستلم او هتضع يدها على غزة. ما نضيعش وقت في المقدمة، ورحب بضيفي الكبير الاستاذ عبدالله السنة. اهلا استاذ محمد، اهلا بيك. بكرة السلطة الفلسطينية هتستلم مقاليد
الأمور في غزة. السؤال اللي توقفت أمامه، حماس 12 سنة حتى قضية على غزة، 10 سنين فجأة كده خلاص بقت وديعة وحلوة وبتسلم كل حاجة، ايه اللي غير الفكر عند حماس لدرجة انها تيجي عند مصر هنا وكأنها شربت حاجة صفرة وسلمت بكل لا حاجة؟ مش مظبوط، مش مظبوط. طب مش مظبوط. اولا انا عندي ثلاث مستويات عشان نعرف ننظر الى المشهد بنوع من انواع الدقة. المدخل الاولاني المدخل الامني او المصالحة المصرية مع حماس بشأن الترتيبات الأمنية في غزة لمنع تدفق أي مقاتلين أو تمركز أي جماعات إرهابية أو مرور عبر أنفاق أو إنشاء أنفاق جديدة، ودي مسألة أساسية فيها مكسب حقيقي. فأي حد يكون لي موقف من حماس أو لي اعتراض عليها ويقول ليه ما احنا قلنا إنها إرهابية، الكلام ده مش دقيق. أنا عاوز أفكر الناس وأفكر حضرتك في حكم محكمة أمور مستعجلة باعتبار حركة حماس إرهابية. تقريبا ما حدش اعترض في مصر. أنا كتبت اعتراض واضح من زاوية الأمن القومي المصري بغض النظر عن من يحكم غزة، دي مسألة أمن قومي رئيسية ولابد أن تكون صلات وإلا حقية وتفاهمات، لكن التصرف بإصدار أحكام، ففي ناس قال لك نضرب حماس بالقنابل والطيارات، كان في نوع من أنواع هنقول هوس اعلامي، ده حقيقي. لان انت انا عايز اقول لك الدوله وقتها فوجئت بهذا القرار، اقدر اقول اسامي حتى لو انت عاوز، من مستشاره الرئيس دكتوره فايزه بنك او للرئيس الوزراء، او كلهم فوجئوا. لان الحقيقه انت بتعمل تطور خطير، انت بتنقل الصراع على حدودك الى صراع مع جماعه ارهابيه، وبالتالي انت مطالب لو عملت تعبئه اعلاميه بتدخل عسكري، فانت تعمل فضيحه وتخسر العالم العربي لانك سوف تعتدي على عرب، على فلسطينيين وبالسلاح، وده لا هيحفظ امن، ده هيفاقم المشكله الامنيه عندك. فانا اظن بشكل اخر الحكومه هي اللي تعرض والغي الحكم امام دائره اعلى، فنفتكر هذا الكلام. وبالتالي لازم تنظر الى الامن القومي المصري، هو هام وضروري في العلاقه مع غزه لاسباب كثيره وهنتطرق اليها الان. حماس بدت اكثر استعدادا لاغلاق ملف الخصومه مع مصر، عندها ازمه اقتصاديه داخليه، عندها ازمه في الوقود والكهرباء، عندها ازمه مع السلطه الفلسطينيه، جزء من الميزانيه والرواتب والموظفين وقفت تقريبا، في ضجر كبير جدا في قطاع غزه. الحقيقه المواطن الغزاوي العادي لا هو طايق فتح ولا هو طايق حماس، لانه هو في مشكله كبيره جدا. عدد سكان غزه كام؟ بيتكلم فوق 1.5 مليون، نعم، ربما ازيد الان يعني. فانت بتتكلم على ضجر شديد جدا في قطاع غزه، وفي كتير ناس طلعوا اتكلموا علنا يعني. فانا اظن حماس كان عندها قلق في هذه النقطه، الوضع الداخلي ابتدى يبقى ممتاز وفي ضغط عليها كبير جدا اجتماعي من داخل القطاع نفسه. وانت عندك معبر رفح تقريبا بيفتح ويغلق، لكن في مأساة حقيقية في تدفق البضائع والبشر، ودي متنفس الحياة الحقيقي الوحيد أو شبه الوحيد للفلسطينيين المحاصرين في غزة. عندك حصار إسرائيلي، عندك مشكلة مع الضفة الغربية وسلطة أبو مازن، فقطع الرواتب أو الموازنة وهيرجعها قريب خلاص، وعندها مشكلة مع مصر، فالقيود شديدة على قطاع غزة، ففي اختناق. فحماس من هذه الزاوية تريد أن تذهب إلى مصر وتفتح، ومصر تريد أن تؤمن أوضاعها وتصل إلى ترتيبات أمنية. يرى التفاهمات في هذا الكلام كان من مقدمات، دي يكون مقدمات المصالحة بين فتح وحماس. حماس الحقيقة كان عندها أكثر من تطور قبل أن تطرق الأبواب المصرية وتقرر إلغاء اللجنة الإدارية، يعني حكومة حماس، وتسلم السلطة إلى حكومة رامي الحمد الله رئيس الوزراء، حكومة الوفاق التي كانت حماس وفتح قد شكلاها معا من 2014، هي مجمدة ورجعت النهاردة وبكرة عندها أول اجتماع في قطاع غزة. ففي تطور، التطور هنا حماس كان فيه تمهيدات، أهم تمهيد هو وثيقة الجديدة لحماس، يمكن ده آخر الحاجات اللي أشرف عليها الأستاذ خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحماس، وكانت في الدوحة وكان بإعاز قطري وتركي،
لكن كان تحول مهم. كان اهم حاجه في انقلابين كبيرين، الاولاني الموافقه او على دوله فلسطينيه على حدود 4 يونيو 1967 يدبي، والثاني هو فصل العلاقه التنظيميه مع جماعه الاخوان المسلمين. ابو مازن بيشك في انه انفصلوا ممكن، لكن العلاقه التنظيميه اتفصلت، الفكريه العلاقه لكن موجوده. فحماس كانت بتهيئ نفسها خايفه من انفجار الوضع الداخلي، وخايفه في اي ترتيبات اقليميه قادمه ان يجري ضربها حتى كحركه مقاومه او حصارها. فانا اظن دي كانت خطوه كبيره الى الامام عبر البوابه المصريه، واستغلت بطريقه حقيقيه، ودخلنا من المدخل الامني دخلنا الى المصالحه، فتح وحماس. المصالحه خطوه كبيره في روح معنويه مرتفعه، حتى الناس لما شافت حكومه الرب الحمد الله وهي داخله غزه النهارده في استقبال حميم جدا، في امل، في امل كبير. لكن ده ما يعنيش ان ما فيش محاذير كثيره وفي قضايا معلقه. انا سمعت من احد قيادات الجبهه الشعبيه لتحرير فلسطين وهو عايش في غزه، قال يعني المشكله في التفاصيل، فاحنا هندخل في التفاصيل، واهم مشكله في التفاصيل وضع سلاح حماس، وحده سلاح الكيان الفلسطيني او فدي هتبقى مشكله كبيره جدا. ابو مازن اشار اليها، وفي مشكله اخرى الحقيقه متعلقه بالتفاهمات بين حماس والعقيد محمد دحلان. محمد دحلان في رام الله في السلطه متهم بانه اغتال عرفات وجرى فصله ومجموعه في المجلس النيابي. حماس التي كانت تصادمت مع محمد دحلان سنه 2007 فيما سمي بالانقلاب العسكري بالانقسام الفلسطيني، اي اسم تعاوزه، كان عدوها الاول. في مياه كثيره تغيرت، ربما وجود مصر ووجود الامارات دفعوا هذه الخطوه، لكن في مشكله. الملف أحد الفلسطيني عاد الى ان يكون ملفا مصريا بعد ان كان في السنوات القليله الماضيه ملف خليجي قطري تحديدا. قطر تدخلت وحاولت ان تتبنى فكره المصالحه، وتركيا تدخلت ودول اخرى حاولت ان تلعب هذا الدور. لكن المشكله في الملف الفلسطيني خاصه فتح وحماس وملف المصالحه هو بالتوافق الدولي هو ملف مصري. يعني انت من غير ما تعمل حاجه هذا الدور محجوز ليك، لكن انت كنت بتلعبه، انت الان لعبته، يعني ادي الفرق. لان الكل عارف ان انت على الحدود، انت المنفذ الحيوي الاساسي الرئه بتاعت قطاع غزه على العالم، الطلاب والحجاج والمرضى، كل الناس عاوزه تنتقل وعاوزه تعيش بسلاسه، والبضائع تنتقل بسلاسه، فلا يكون هناك اي اهميه او تتقلص اهميه تجار الأنفاق. عايز جمله واضحه صريحه، قطر خرجت بره الملف؟ لا. التمويل وقف؟ لا. حماس فتحه مروحه الخيارات اللي امامها. هي كان عندها زمان تقدر تقول الكفيل القطري. لا، لكن بيفتحها الامارات، وبالتالي الكلام عن دفع ديات ديه للذين قتلوا في الصدام المسلح من الطرفين بفتح وحماس حوالي 300 بيدفعوا من 50 الى 150 الف دولار للشهيد الواحد، الامارات هتدفعها. فالامارات هتدفعها علنا يعني. طب هل مصر توافق بابرام هذا الاتفاق ما بين حماس والسلطه الفلسطينيه وهي تعلم ان حماس لا تزال على تواصل مع الحكومه القطريه؟ انت ما تقدرش تطلب من حماس او من اي حركه ماذا تفعل او كيف تتصل مع الاخرين، لكن ما هو موضوع الاتصال وما هو موضوع الحركه ومدى ارتباطه بمصالحك او بالامن القومي او بالقضيه الفلسطينيه، لان لها خيوط مفتوحه مع تركيا. نعم. ولها خيوط رممت بدرجه معقوله في الفتره الاخيره مع ايران، يعني فانت مش هتقعد تقيس هو بيتصل بمين او ما بيتصلش بمين، وطول الوقت حماس خد بالك، حماس حركة بالتعريف هي حركة ايديولوجية او حركة اسلامية، لكن في اصبحت تنحو بقوة الى المنحى البرجماتي، فهي اصبحت البرجماتي السياسي، شوف مصالحها فين، علاقتها ايه. فانا لا اظن ان حماس سوف تقطع علاقتها بقطر، لكن علاقتها سوف تتقوى بمصر بالامارات في الخليج. طب ومصر طبيعة الحال هي الراعي او ضامن للاتفاق الجديد ورهانها كبير عليه. الانفاق، لن ياتي الينا ارهابيين في عبر الانفاق؟
احنا لازم نواجه الحقيقه. إيه لا يوجد امن مطلق. اللي بيدور على الامن المطلق بس على الاقل جابته في المنابع بالظبط. دي جوهر حسب المعلومات المتاحه، دي جوهر الاتفاق الامني المصري مع حركه حماس. ضبط الحدود، وجود قوات عليها، التمركزات الارهابيه والتنظيمات الارهابيه يجري ابعادها او تسكينها او ارهابها. الانفاق تحديدا. والانفاق طبعا بتبقى نعم. لان جزء كبير من حل الازمه هو حريه الحركه عبر معبر رفح، لكن دي كمان هتبقى احدى المشاكل التي سوف تناقش، لان السلطه وفق اتفاقيه الدوليه الموقعه وفيها الاتحاد الاوروبي وفيها الولايات المتحده وفيها جهات دوليه اخرى من يشرف على المعبر. السلطه الفلسطينيه تريد ان تشرف على المعبر، وتريد المشكله الثانيه ان السلاح يكون تحت ابره السلطه سواء في غزه او في رام الله. خلينا ننتقل الى ما وصل للراي العام ان احنا على مشارف او على بعد خطوات قليله من حل القضيه الفلسطينيه بالكامل، وان في خلال اسابيع قليله مؤتمر للسلام دولة هيعقد في شرم الشيخ، مصر، الأردن، إسرائيل، أمريكا، السلطة الفلسطينية، وإن مقدمة ده هو الصلح ما بين حماس والسلطة الفلسطينية، وإن احنا واصلين إلى إن خلاص الدولة الفلسطينية على حدود 4 يونيو على فركة كعب. كلام ده صحيح؟ احنا بنتكلم عن قضية، أولا قضية مركزية، ده حقية الأوزان في الإقليم تقاس عليها، أوزان الدول يعني بقدر اقترابه منها، وبنتكلم عن قضية معقدة وصعبة، والكلام حول صفقة القرض أو تسوية أنا أعتقد أنها أبعد من أي مرحلة سابقة، لأن كل الكلام والصحافة الإسرائيلية سربت تتكلم عن مفهوم صفقة القرض، يعني ولا حاجة. يعني أنت عاوز تعترف بإسرائيل، تهضم إسرائيل طالبة كده، تهضم كل المستوطنات التي بنيت، وتاخد جزء الأكبر أو جزء كبير من الضفة الغربية، تخفيض عدد السكان العرب في القدس الى حوالي 10%، يعني بنتكلم عن تهجير. ده شروط اسرائيل لعقد اتفاقيه السلام. فهو بعدين انت عندك في منطق المنطق الاسرائيلي، مفيش حد بيروح يقدم تنازلات لحد تاني اذا كانت موازين القوه تجبره على ذلك. ما الذي يدعو اسرائيل في الوضع العربي الراهن كله بلا استثناء وهو وضع بائس للتنازل عن سنت واحد لإسرائيل للفلسطينيين عفوا، يعني التنازل عن سلطة واحد للفلسطينيين إذا لم تكن موازين القوى الداخلية مرشحة وأكثر تماسكا، إذا لم يكن هناك برنامج موحد للفلسطينيين وتحقيق قضيتهم على العالم بقوة كشعب تحت الاحتلال ويطلب الإسناد إلى القرارات الدولية. أنت رايح إلى مفاوضات بلا مرجعية قبل كده طول الوقت، في حاجة دايما يقول لك المرجعيات 2 4 2 قول كل القرارات لحد القرار الأخير الأممي من مجلس الأمن بتجريم الاستيطان. في قرار كل ده إجماعي مش إجماعي لم تعترض عليه دولة بالسلطة الولايات المتحدة، امتنعت عن التصويت وكانت أيام أوباما بإيداه. ترامب بيقول لا مش معترف بيه، فأنا أذهب إلى مفاوضات بلا مرجعية، أنت ما بتعرفش في إيه، وأذهب إلى مفاوضات بلا توازن قوة، واذهب الى مفاوضات لازلت في انقسام فلسطيني ولسه في مشاكل كتير، واذهب الى مفاوضات في ضعف عربي وهزال عربي. لا يمكن ان تتصور انك سوف تصل الى شيء جوهري، لكن اقدر اقول ان الاتفاق في المستوى الاول الاتفاق الامني بين مصر وحماس هي خطوه صحيحه وقويه ولها معنى ولابد من اسنادها. كلمنا على حل المشكله. الخطوه الثانيه الخطوه الثانيه المصالحه الفلسطينيه، وهناك مشاكل تستحق ترميم البيت الفلسطيني عشان نروح انتخابات رئاسيه ومحليه والمجلس الوطني الفلسطيني، يعني اعاده بناء منظومه التحرير الفلسطينيه. الخطوه الثالثه اللي حد بيتصور ان احنا بقرب من تسويه، انا اقدر اقول له ان هذا هذه اوهام كامله، لن يحدث شيء. امامنا سنوات كثيره لا تستطيع ان تكتسب. انا عاوز بس افكر حضرتك بمراحل مختلفه، انا في القضيه الفلسطينيه بالذات، في بعد انهيار سور برلين وانهيار الاتحاد السوفيتي السابق كان في دولتين او بلدين تحت الاحتلال تحت حكم عنصري، احنا وجنوب افريقيا. جنوب افريقيا نجحت واحنا دخلنا القضيه الفلسطينيه مؤتمر مدريد ثم جرى الالتفاف عليه فوصلنا الى
صيغه اوسلو انتهت عمليا بتعبير المفكر الفلسطيني الراحل ادوار سعيد الى السلام بلا ارض فيش وبلا دوله، حتى حل الدولتين اسرائيل تمانع فيه. فانت ده مشكله، تروح تعمل ايه؟ انت بتتكلم على انا بتوحد عشان اكتساب حق دوله على حدود 4 يوليو، وهذا تنازل كبير بالقياس الى الخطاب الفلسطيني التقليدي والقومي العرض زي ما انت عاوز، واسرائيل ترفض هذا الكلام. فانت لست قريبا باي حال من اي تسويه، لان ما يعرض على العرب اقل من ان يوصف بانه استسلام، اقل بكثير، في استهانه. فدي لا تستعيده الا باحياء القضيه الفلسطينيه، احياء الوحده الفلسطينيه، ان يكون العرب في وضع استراتيجي افضل. نذهب فورا قبل ما نطلع فاصل الى كردستان. هل ما جرى في كردستان من استفتاء يقلقنا كعرب؟ كل حاكم في دولته ممكن العدوى تنتشر؟ ده واضح في التفاعلات ان هذا حدث. انا عندي على طول تركيا، وهي كانت الاعلى في خطابها العام ضد قالت هتدخل بجيش، يعني ما حدش هيخش، ما انا عارف، بس تهديد عسكري. تلويح، في تلويح، وفي مناورات عسكريه عراقيه تركيه على الحدود مع كردستان، وفي مناورات عسكريه اخرى عراقيه ايرانيه على الحدود، لان ايران عندها اقليه كبيره نسبيا 5 مليون كردي، وتركيا عندها اقليه اكبر يعني تقدر من 16 الى 20 مليون كردي. فانت بتتكلم ان الدولتين بالنظر الى هناك اقليات اخرى، اذا ما مشي لعبه الدومينو سقط حجر في احجار كثيره. يعني دولتان كبيرتان في الاقليم هم تركيا وايران تحت التهديد المباشر. شيء طبيعي ان العرب يقلقوا، لان انت عندك احتمال اخر تبقى دوله كرديه في سوريا. وانت هنا الامريكان بيتكلموا عن وحده اضطراب السوري، لكن من ناحيه العمليه تأييدهم لقوات سوريا الديمقراطيه في عمليات كثيره. الكل عارف ان الحرب على داعش قد تنتهي، ودي مش صورة قال كده المفوض الاممي، يعني انه ممكن خلال شهرين ثلاثه يعني في هذا الخريف. فالكل بيخلق اوضاع على الارض، ففي صراع على دير الزور لو الناس متابعه، مش على البترول، على التمركزات لمنع تقدم الجيش السوري الى الحدود العراقيه. فالكل عاوز يخلق اوضاع على الارض بحيث لما نخلص مفاوضات أستانا ونروح الى جنيف في مفاوضات اخيره عن الدستور والترتيبات الانتقاليه، يبقى مركزه على الارض هو الاساس. ففي خشيه ان السيناريو نفسه يتتكرر في سوريا بتاع كردستان، وخاصه ان اكراد سوريا موجودين في الرقه وموجودين في بعض اجزاء بعيدا عن العرقيه الكرديه، انا بتكلم على نعرات اخرى وغيره يطلع. نعم. وغيره هيطلع. خد بالك في العراق في كلام ابتدى يطلع حتى من ان اقليم سني ابتدت على الاقليم السني. اذا فك الاقليم الكردي اكيد او بشكل اخر هيبقى في اقليم سني. هنرجع هنا ايه سيناريو الدويلات الثلاثه. وانت افتكر نيويورك تايمز من يمكن في 2014 نشرت خريطه ان العالم العربي هتقسم دول قائمه الى 16 دويله بما فيهم السعوديه. متوقع انت بما فيهم السعوديه تتفق مع هذا الراي؟ انا في خطط موجوده، الشرق الاوسط الجديد ده كلام موجود، الخرائط موجوده ومنشوره. وضع مصر ايه؟ اسرائيل بتتكلم علنا في مراكز ابحاث، بتتكلم عن دوله غزه الكبرى في شمال سيناء. ولهذا انا الفت النظر في هذه النقطه، وصول الى اتفاقات مع غزه والوحده الفلسطينيه معناه ان الازمه اسرائيل لا تصدر اليك ولا حدودك كحل لدولة بديلة. مش كده عند اسرائيل دولة الاحتلال ودولة القهر ودولة العنصرية، فدي مسألة مهمة جدا تخلي كل واحد مجرد فك في هذا الاحتمال. لو انت تحت الضغط الشديد دخل لك 700,000 من غزة الفقيرة والجائعة والمعاصرة، انت ودي حصلت ايام مبارك وعدت ممكن تكرر تاني، انا تتعمل عندي ليه؟ انا اقف بكل قوة مع القضية الفلسطينية لان القضية عادلة، وعدوها الحقيقي هو الذي احتلها هو اسرائيل، وانا نصير ولست في الله. خلينا نطلع فاصل، وبعد الفاصل نعود الى الشان الداخلي واسال ضيف الكريم الكاتب الصحفي الكبير الاستاذ عبد الله السناوي كيف يقرا مشهد الانتخابات الرئاسيه المصريه القادمه.
رغم اقتراب مشهد الانتخابات الرئاسية القادمة، انت بتتكلم في شهور قليلة معدودة، لكن الحال الآن كأن مصر مش داخل على انتخابات رئاسية، ايه الأسباب؟ السؤال لضيف الكريم أستاذ عبد الله السناوي. ضيق المجال العام، تراجع مساحة الحريات في الإعلام المصري، الضيق أكتر بالتفصيل بكل اختلاف في الرأي أو تنوع، وده طبيعي. أنا عاوز أذكر حضرتك إن المادة الخامسة من الدستور تقول بالنص: نظام الحكم يقوم على تعددية أساسية وتداول السلطة. بمعنى أن تعريف النظام ليس بالشكل الذي يخطر على البال، بحيث أن أي نقد يتقال ده عليه خونة وجيل رابع ومعرفش إيه والكلام ده. فأنت محتاج عشان تتكلم عن الانتخابات الرئاسية وتشجع الناس على أن تشارك، لابد من اتساع المجال العام، لابد أن حضرتك وغيرك من كل الزملاء الأعزاء في الإعلام المصري يوسعوا على نفسهم ويوسعوا على البلد مساحة الحوار. طالما أن الكلام يلتزم بالدستور والقانون والأعراف الحقيقية، يعني ما في حوار جد حقيقي مش تجاوزات لفظية، يعني أنا بقصد ده طبيعي وهذا هو المشروع، وده اللي بيقوي الدولة، وده اللي بيبتنها، وده اللي بيخلكش دولة هشة، وده الذي يصنع التوافق الوطني. الناس لما بتطلع بتحاول تبدو منطقية عشان تكون مقنعة للرأي العام. ده بيجيش بقرار إداري، هذا يأتي بالحوار التوعي الحقيقي. لما أنت بتضيق على الحوار العام أنت تضعف إعلامك. أنا أظن حضرتك عارف ان مجموع الورق المطبوع في اليوم في مصر وكل الصحف والمجلات والمطبوع يمكن حوالي 360,000، مظبوط؟ رقم مفزع. هذا مصر اليوم كجريده كانت بتطبع الرقم ده من سنتين. احنا بنتكلم على ان عدد كبير من الصحف بعد ثوره يناير وصلت مليون او قرابه المليون، عدد كبير. كل الجرايد، يعني القرايد اللي هي بتوصل ل 3,000 و4,000 النهارده. عايز تقول ايه يعني؟ عاوز اقول مساحه الحريه. يعني احد اسباب تراجع مبيعات الصحف في مصر ضيق المجال العام. انت تراجع الحريات يعني. وفي التلفزيون انا نسبه المشاهده عندي قلت في مصر كتير، بينما كانت اكبر بكتير جدا منذ فتره قريبه، خاصه في قبل 30 يونيو وبعد 30 يونيو بشويه لحد 2014. انا دلوقتي عندي محطات الاقامه تشاف، انا عندي المحطات الدوليه والاقامه تشاف، انا عندي روايات لما يحدث في العالم، بينما انت في قضايا تخص صميم البلد وصميم مستقبله لا تناقش بجدية في مصر. أنا بقى أطالب بيه مش مصارعات الديوك، أنا أطالب الحوار بجدية، أن تكون الحقائق كلها معروضة وجهات النظر موجودة. أنا عندي ربما خبراء. كانت الدولة قلقة بعد 30 يونيو بسبب أحداث إرهابية، فتقول لك أضيق المساحة. الكلام ده، هذه القضية طرحت بعد 30 يونيو وأنا كنت فيها كتير، كنت عن معادلة الأمن والحرية. الأمن ضروري طبعا، مش عايز كلام، لكن أي أمن؟ الامن الذي يحفظ سلامه البلد ولا ويحارب الارهاب ولا يتغول على حقوق المواطنين. الحريه، الحريه ايضا انت عشان محتاج، عشان الامور تبقى منضبطه وصحيحه، دي بالحوار السياسي وليس بالقمع وليس بالمطارده وليس باغلاق المكتبات وليس باغلاق المواقع الاعلاميه مش كده. انت لما بتعفي السياسه دي مساله السياسه، الناس تتوافق بالسياسه وفق المصالح العليا للبلد، وفق اقتناعها. الناس لما بتقتنع بتضحي، الناس لما بتقتنع بتبقى مستعده تعمل اي حاجه. لكن انت لما بتخنق بيبقى في حاله ضجر، حتى لو عملت حاجه كويسه تبقى وحشه. خلينا نروح للانتخابات الرئاسيه. نعم. انت ترى المشهد ازاي؟ هل هيبقى في مرشحين ام سنذهب الى استفتاء؟ يعني ايه انتخابات رئاسيه؟ بص، انا عندي تجربه بغض النظر عن الظروف اللي اشرف عليها المجلس العسكري في 2012، انا ما عنديش بالمعنى الذي يعرفه العالم الحديث، عند 2014 لم تكن مزوره وعبرت عن حقائق شعبيه الرئيس السيسي في ذلك الوقت. انا عندي، لكن 2012 هذه هي الانتخابات الوحيده، انا عندي 2005 قبل كده مع الرئيس مبارك، هذه هي الانتخابات الرئاسيه الوحيده اللي عليها مباراه مفتوحه، بمعنى منافسه بين الرجال وبرامج وتيارات، يعني مع بعض الملاحظات لكنها عبرت عن حقائق. ده هيحصل في الانتخابات القادمة اطلاقا. انا امام مباراة مغلقة، امام مباراة مغلقة ونتائجها مقررة سلفا. بشكل او اخر مفيش شخصية جدية قادرة على المنافسة او لديها ما تقول او لديها قدرة على اقناع الرأي العام هتحجم. هتحجم ليه؟ خشية
التشهير واغتيال الشخصية. فأنت عاوز انتخابات رئاسية حقيقية، ودي مهمة جدا لتجديد الشرعية في البلد. انت لو لقينا صناديق الاقتراع قوية، ولقينا امام اللجان مفيش حد، ولقينا ان مفيش انتخابات والنتائج مقررة يعني سلفا، فيش حد حقيقي ومفيش حد في العالم هيعترف بيها ان دي انتخابات حقيقية، وهيبقى في طعن في الشرعية. فانت من حيث المبدأ العام عشان انت مش محتاج تعمل تمثيليه، لكن انت محتاج تعمل انتخابات رئاسيه حقيقيه. ازاي؟ لابد فتح المجال العام. اول حاجه الاعلام، رسالتك للدوله اول حاجه الاعلام. يعني لابد المعارضه واصوات المختلفه تطلع. انا اقدر افتكر لما كنت ببص الى الجزيره في التسعينيات واول القرن، تقريبا اعتمدت على النخبه السياسيه والثقافيه والعلميه حتى المصرية، بتكلم على حوالي 50 شخصية. أنا أتحدى لو واحد فيهم بيطلع النهاردة في التلفزيونات المصرية الخاصة والعامة إلا على سبيل يعني كده الاستثناء العابر. يعني أنت محتاج دي قوة مصر، قوة مصر إنك تفتح الحوار العام، كل ما هو لامع وكل ما هو متحرك يطلع ويتكلم ويعبر عن رأيه يعني باقتناع، مؤيدا أو معارضا لازم يكون مقتنع وصادق وقادر على إقناع الناس وتبادل الرأي. لكن انت لما تخنق الحوار العام، انت الحقيقة بتضعف حيوية الدولة. دايما الكلام كتير حول ان احنا، واتقال في مؤتمر الشباب الاخير في اسكندرية، احنا دولة هشة. طب انا دولة هشة ليه؟ اتقال في والرئيس قاعد، احنا دولة، لماذا دولة هشة؟ لماذا احنا خايفين نبقى دولة فاشلة؟ انت محتاج الى تماسك وطن حقيقي. التماسك الوطن ازاي؟ حاجة واحدة، احترام الدستور. أنا ما أعرفش شرعية في هذا البلد الآن غير الشرعية الدستورية. وطول الوقت وطول كويس إن تم التراجع عن محاولة تعديل الدستور، أنت تضرب في جذر الشرعية. في وبالتالي بتفتح كل احتمالات المجهول أمام البلد. هذا البلد من حقه، من حقه أن يطمئن على مستقبله وعلى غده وعلى استقرار القواعد. هذه مسألة قواعد، لابد أن تكون في هذا البلد حتى يكون بلد حديث وقادر على مواكبة مشاكله، دولة دستورية وحديثة. أما الجو العام الموجود حاليا، أنا بعتقد أنه يزكي الإرهاب، في تضحيات كثيرة جدا بتبذل لكنها بتتبدد نتيجة بعض التفلتات من بعض جهات الدولة. فأنت محتاج تضبط علاقاتك، ومحتاج خطط إصلاحية حقيقية، إصلاح جهاز الشرطة، إصلاح جهاز العدالة، إصلاح. وأنا بقي 30 ثانية والبرنامج ينتهي وقته، هل لا يزال أمام الدولة وقت لإنجاز ده قبل إجراء الانتخابات الرئاسية القادمة؟ بكلمة واحدة، بجملة واحدة، نعم، البيئة العامة أهم شيء في الانتخابات الرئاسية. إذا لم يجري تحسين البيئة العامة وفتح المجال العام، فلا انتخابات رئاسية ومسألة الشرعية سوف تكون بين قوسين كبيرين. هذه طلقة تحذير أرجو أن يلتفت إليها. بشكرك الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ عبد الله السناوي على ما قلته وعلى تشريفك لنا النهارده. شكرا جزيلا لك. حلقة انتهت معاك، وأشوفكم على خير بإذن الله تعالى السبت القادم. إن عشنا وكان لي العمر. السلام عليكم.